بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. السيد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، سيد الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، سيد رئيس الاتحاد الصحفيين الأفارقة، السيد المفوض السامي للاتحاد الدولي للصحافة، سيد رئيس ونائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الصحفيين العرب، سيد رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، زملائي زميلاتي الإعلاميين والإعلاميات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعدني أن أشارك معكم اليوم فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي للاتحادات العالمية، وهي اتحادات تجسد وتختزل نضالات الصحفيين وانتصارات الصحفيين وانكسارات الصحفيين أيضا، هي نضالاتهم، هي مكاسبهم التي حققوها، هي هذا الصوت الصارخ الذي يصدح بالحق حينما تنتهك حرية الصحافة، هذا الصوت وهذا هذه اليد المساعدة أيضا التي تؤازر الصحفيين عندما يتعرضون لانتهاكات في حرياتهم أو في أجسادهم، هي هذه العين الفاحصة الشاخصة لكل ما قد يرتبط بالمشهد الإعلامي العالمي العربي والإفريقي من انتهاكات، مؤيدة ومناصرة للصحفيين، مشخصة ومدققة لوقائعهم وواقعهم، وساعية إلى المزيد من تطوير أدائهم خدمة لحق المواطن في الإعلام ولحق المواطن في توفير إعلام نوعي مهني متنوع، ولتكريس الحق في الإعلام الذي أصبحت المعلومة فيه ملكا مشاعيا عالميا تتهدده مخاطر متعددة منها الأخبار الزائفة وخطابات الكراهية، وتهدده مخاطر بنيوية منها هشاشة أوضاع الصحفيين ومستوى الضغوط التي تمارس عليهم والتحديات التي يواجهونها بسياقات عالمية مختلفة. لذلك هذه هي كل الاتحادات العالمية والإقليمية التي تنشط في مجال حرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين وتعزيز كفاءاتهم ووسائلهم المادية والمعنوية وحماية حقوقهم كذلك. الاتحاد الدولي، اتحاد الصحفيين العرب، واتحاد الصحفيين الأفارقة. وغير خاف أن اختيار بلادنا لاحتضان هذا الملتقى الدولي للمزيد من تنسيق العمل بين الاتحادات الدولية له دلالته الرمزية الكبيرة، كل هذه القامات التي نراها الآن وهي من شبت وشابت في الإعلام وفي الإسلام وحرصت طيلة مسارها على أن تطلع بالدفاع عن حقوق العاملين بهذا الحقل وهو الحقل الإعلامي، تنادوا وتداعوا إلى موريتانيا من أجل الاحتفاء والاحتفال بإيجاد آلية تنسيق مشتركة بين كل هذه الهيئات تعزيزا لهم، وحق لهم أن يفعلوا ذلك لأسباب متعددة. فالزمان هو زمان تحتل فيه موريتانيا الرتبة الأولى عربيا وإفريقيا في مجال حرية الصحافة، والثالثة والثلاثين عالميا. والدولة التي اخترتم أن تكون محلا لذلك رئيسها يرأس الاتحاد الإفريقي، اتحاداتها مؤسسة وفاعلة وناشطة في كل هذه الاتحادات، ومسؤول إعلامها أحد عناصركم السابقة، والمكاسب التي حققتها في مجال حرية الصحافة غير مسبوقة على المستوى العربي وعلى المستوى الإفريقي، هذه كلها خصال تطمئن على أن عملية احتضان موريتانيا لهذا الاجتماع محقة فيها موريتانيا ومستحقة لها، ومهيئة أيضا لمستقبل أفضل للمزيد من حماية الصحفيين وترقية حقوقهم. السيد الرئيس، السادة الرؤساء، تحدثت قبل قليل أو أشرت إلى السياق الحاضن الإعلامي الحاضن لحرية الصحافة في موريتانيا، وقبل 3 سنوات أسس فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد السياخ القزواني لجنة لإصلاح الصحافة تم اختيارها من أوساط وأجيال مختلف الصحفيين، عمدت إلى تشخيص دقيق لواقع الصحافة بموريتانيا، وأصدرت تقريرها العام، وهو التقرير الذي تبنته الحكومة وبدأت تطبيق مخرجاته بشكل نوعي. ترتب على ذلك إدخال المزيد من الإصلاحات والعوامل والتوابل الاقتصادية والاجتماعية، توسيعاً للحريات، تعزيزاً لكفاءات الصحفيين، تعزيزاً للبعد التمثيلي لجسم الصحفي، وتمت مراجعة الأطر القانونية الناظمة للمشهد الإعلامي بما فيها القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وتمت مراجعة قانون
تحرير الجهاز السمعي البصري 045 2010، وكذلك الشأن بالنسبة لاستصدار القوانين المرتبطة بالخدمة الإلكترونية ومرسوم البطاقة الصحفية، والعمل جار على المزيد أيضا من استصدار أو إكمال الإصلاحات المرتبطة بإصدار البطاقة بعد إصدار القانون المهني للصحافة، إصدار مرسوم البطاقة الصحفية ومرسوم الإذاعات الجمعوية ومرسوم الدعم العمومي للصحافة. كل هذه ترسانة قانونية ناظمة تم تحسينها لفائدة الصحفيين ولفائدة توسيع الحريات كما أشرت، ولذلك على مستوى الإعلام العمومي تمت مضاعفة رواتب جميع العاملين بهذه الوسائل، وتمت مضاعفة المخصصات الموجهة إلى صندوق دعم الصحافة الخاصة بموريتانيا، وتجسيداً لتلك الرؤية أيضاً يجري العمل على إدخال المزيد من الإصلاحات، سيما معالجة القضايا البنيوية التي تحدثوا عنها قبل قليل وكنا نتحدث عنها خلال مختلف اللقاءات التي جمعتنا بوسائل الإعلام، وهي قضية المتعاونين التي تشكل إشكالاً بنيوياً في وسائل الإعلام، يتعين إيجاد علاج فوري دقيق وبعد تشخيص وفحص دقيق لهذا الإشكال البنيوي، وتعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار الجاي على القيام بذلك الفحص والتدقيق وصولا إلى إيجاد حل نهائي لهذا المشكل البنيوي المتعلق بوسائل الإعلام، لأن الخدمة النوعية ترتبط أي ارتباط بظروف الصحفيين العاملين بهذه الوسائل سواء كانت وسائل إعلام عمومية. لذلك السادة الرؤساء، تجسيداً لرؤية صاحب الفخامة الإصلاحية في مجال الإعلام، تأسست اللجنة وتبنت الحكومة مخرجاتها، وتسهر حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار الجاي على تنفيذ ذلك وفق رؤية تقدمية وإصلاحية للمشهد الإعلامي. سيكون إعلاميون سنداً لها، ونأمل أن تكونوا كذلك، لأنها تهدف بالأساس إلى المزيد من ترقية الحريات الصحفية وحماية حقوق الصحفيين بموريتانيا. ونعمل الآن على ورشات مختلفة من أجل المزيد من تعزيز حرية الصحافة في موريتانيا، تعزيزاً لها وتحصيناً وتكويناً وتهيئة أيضاً للمزيد من الفاعلية لهذه الآيات على مستوى الاتحادات العالمية. ستتدارسون خلال هذه الأيام في موريتانيا جملة من الإشكالات المرتبطة بالمزيد من التنسيق بين الهيئات الإعلامية والاتحادات الدولية في مجال التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد العربي والاتحاد العالمي، حماية للصحفيين وطرحاً وتدارساً لمختلف إشكالات الصحفيين وانشغالات الإعلاميين، ونحن سند لكم في ذلك، والمخرجات التي ستتوج أيضاً أعمال مؤتمركم ستجد المزيد من العناية والرعاية من طرف موريتانيا بصفتها المزدوجة، صفتها موريتانيا بمكاسبها في مجال الحريات وفي مجال الديمقراطية، وصفتها المرتبطة أيضاً بصفتها الرئاسية التي ترأس الاتحاد الإفريقي، وتأمل أن توجد ضمن مأموريتها الرئاسية أن تحقق بصمة في مجال المزيد من تنسيق وتركيز التنسيق بين الاتحادات العالمية الصحفية وتحقيق مكاسب لصالح الصحفيين. ومن هذه المكاسب التي يمكن أن نعد في إطار الإطار القانوني الذي تحدثت عنه قبل قليل، أنه لأول مرة في مجال صندوق الدعم العمومي في مجال السلطة العليا للصحافة والسمات البصرية، تم تعزيز البعد التمثيلي للجسم الصحفي لأول مرة، ومن ضمن 9 أعضاء بات من الواجب بموجب القانون أن يتم اختيار شخصين ممثلين للاتحادات المهنية الصحفية، فضلاً عن تعزيز تمثيل الطيف المعارض لأول مرة أيضاً في هذا الجسم من خلال اشتراط تمثيل المعارضة بممثل لها في السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وتعزيز النوع والتنوع وإقامة هيئتها التشكيلية على أساس مبادئ النوع والتنوع، وهو ما يعكس المزيد من الديمقراطية والتعددية في الهيئات الضابطة للحق الإعلام. سيد الرئيس، سادة الرؤساء، ستتدارسون خلال هذين اليومين إشكالات ترتبط بالصحافة، ولكن ستتمكنون أيضاً بزياراتكم الزيارات التي تقومون بها لوسائل الإعلام العمومية والخاصة من الاطلاع على تجربة موريتانيا، على أوضاع الصحفيين بموريتانيا، على مستوى الحريات بموريتانيا، وهي فرصة ثمينة للاطلاع على هذه التجربة تذميناً لها واستشرافاً أيضاً للآفاق التي تنفتح أمامها، وكلنا سيكون السند لمختلف التوصيات التي تخرج أو تتوج مؤتمركم هذا بحول الله، وستتمكنون زيادة على المشاغل
الفكرية والمشاغل المهنية ستتمكنون كذلك من الاطلاع على قدراتي والآفاق الواعدة لموريتانيا، سواء فيما يرتبط بمعالمها السياحية وأعلامها أو التحديات التي تواجهها إن على مستوى الهجرة، ولذلك ستنظم ورشات زيادة على الأبعاد المهنية في هذا المجال، وهي ورشات تصادف هوى لدى كل المشتغلين بالحقل بوصفها أصبحت تفرض ذاتها، سواء فيما يتعلق بالمزيد من تمكين الآخرين من الاطلاع على التجارب الموريتانية وعلى الثروات والموارد الموريتانية، أو من المعالجة التكاملية للقضايا التي تهم المجتمع الدولي بصفة عامة، كقضايا الهجرة وقضايا الحريات وقضايا خطابات الكراهية وقضايا محاربة الأخبار الزائفة وقضايا تأمين توفير إعلام نوعي ومهني بوصف المعلومة معلومة عامة مشاعا يتعين إحاطتها أو تتعين إحاطتها بكل متطلبات الموضوعية والدقة حرصاً على تكريس حق المواطن بالإعلام. لن أختم هذا الحديث السادة الرؤساء إلى أنني أعتقد أيضاً أن بعض المستجدات ستفرض ذاتها على اجتماعكم. في فلسطين يقتلون الشهود ويقتلون الصحافة ويقتلون الإعلام ويقتلون الحياة في الحياة، تلك هي المجازر الإسرائيلية المرتكبة لحد الآن في غزة وفي فلسطين والضفة الغربية. ومن أوجب واجباتنا اطلاعاً بمسؤوليات حماية الصحفيين وحماية الإنسان في الإنسان أن نطلع بجهد مقدر في هذا الجانب، تنديداً بالمجازر المتواصلة ووقفاً ودعماً لقضية الفلسطينية وتأميناً لحماية الشهود والإعلاميين. وهذه نقطة جسيمة من النقاط التي تعمل عليها الاتحادات أصلاً، وتنديداً بالمجازر الإسرائيلية المرتكبة. أجدد لكم